السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة السادس من شهر ذي القعدة لسنة 38 و400 بعد الألف الموافق لليلة 29 من الشهر السابع لسنة 17 و2000، وما زلنا مع سورة البقرة ومع بداية الجزء الثالث من سورة البقرة، وقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يقول ربنا تبارك وتعالى: تلك الرسل. تلك للماضي، شيء إلى شيء مضى. تلك الرسل أي مجموعة الرسل. قيل المقصود الرسل الذين ذكروا فيما مضى في هذه السورة، وقال بعضهم: بل الرسل الذي أخبرناك عنهم، الذين قصصناهم عليك. وبعض أهل العلم قال: لا، تلك الرسل كل الرسل، من علمت منهم ومن لم تعلم. تلك الرسل، ثم قال: فضلنا بعضهم على بعض، أي أن الله فضل بعض الرسل على بعض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وفضل الله تبارك وتعالى بعض الأيام على بعض، فأفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى هي العشر من ذي الحجة، وفضل الله بعض الليالي على بعض كما فضل العشر الأواخر من رمضان، وفضل عليها جميعا ليلة القدر، وفضل الله تبارك الحجر الأسود على سائر الأحجار، وفضل ماء زمزم على سائر المياه، وهكذا. فالله تبارك وتعالى هو أن يفضل ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، وكل مخلوق مربوب لله جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى هنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومعلوم عند أهل العلم أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أولي العزم من الرسل أفضل من سائر الرسل. وأولو العزم خمسة كما هو معلوم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وقيل لهم أولو العزم لأنهم تحملوا أكثر من غيرهم، وقاسوا أكثر من غيرهم في دعوتهم لله تبارك وتعالى. ومعلوم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد ولد آدم كما قال: أنا سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. ووقع أن رجلاً من اليهود صار خصام بينه وبين أحد المسلمين، فأقسم اليهودي قائلا: والذي اصطفى موسى على العالمين، والذي اصطفى موسى على العالمين. فقال له المسلم: واصطفاه على محمد ثم ضربه. كيف تقول هذا؟ يعني محمد أفضل من موسى، فكيف تقول هذا؟ فضرب اليهودي. فذهب اليهودي يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم: أضربته؟ قال: نعم. قال: ولم؟ قال: كيت وكيت. فقال صلوات ربي وسلامه: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. وفي رواية أيضا في حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى. ويونس معلوم أنه نبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا
في هذين الحديثين النبي نهى عن التفضيل بين الأنبياء. وفي الآية الله تبارك وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفي الآية الأخرى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم. فللجمع بين هذا وهذا قال أهل العلم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني لا تفضلوا بين الأنبياء، أو لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، قالها على سبيل التواضع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التنقص، يعني لا يفضل أحد بين الأنبياء على سبيل أن يتنقص المفضل عليه، لا يقول هذا. وأما إذا كان يقول هذا من باب الإخبار عن الواقع فلا بأس، أما إذا قال يعني موسى أفضل من عيسى أو محمد أفضل من عيسى يريد أن يتنقص عيسى فهنا لا يجوز قولا واحدا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، فاختلف أهل العلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد النبي قوله لا يقول أحد أنا خير من يونس؟ هل يريد لا يقول أحد أنا أي محمد خير من يونس، أو لا يقول أحد أنا عن نفسه الرجل أنه خير من يونس ابن متى؟ لأن يونس عليه الصلاة والسلام قد أخبر الله عن قصته جل وعلا، وأنه غادر قومه قبل أن يأذن له الله سبحانه وتعالى، وقال الله تبارك فساهم فكان من المدحضين، وقال الله لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فالبعض قد يغتر بعمله أو بما يرى من إيمانه وتقواه فيقول عن نفسه إنه أفضل من يونس والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد أنا خير من يونس، يعني لا يفضل نفسه على يونس وهو النبي صلوات ربي وسلامه عليه، أو أنه أراد النبي نفسه، أراد النبي نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، أي لا تفضلون على يونس. فالشاهد من هذا أن التفضيل بين الأنبياء إن كان على سبيل التنقص لبعضهم فلا يجوز، وأما إن كان على سبيل الإخبار فلا بأس. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء في النبوة، إذ إنهم في النبوة شيء واحد كلهم أنبياء، كما تقول عن الصحابة مثلا كلهم نالوا شرف الصحبة ولكنهم يتفاوتون في الفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا جمع جيد حقيقة بين النصوص الواردة، فيكون قول الله تبارك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي عند الله تبارك وتعالى، ولا مانع أن يقول الإنسان إن محمدا خير الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، ويأتي بعده إبراهيم لأنه نال الخلة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم موسى وعيسى ونوح لأنهم من أولي العزم، يقول هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل التنقص من غيرهم كداود وسليمان وهارون ويوسف وغيرهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم فصل بعد أن أجمل الرسل أن بدأ يفصل، فقال منهم من كلم الله، أي أن الله كلمه، وشيء جميل أن تكلم الله سبحانه وتعالى وأن تناجي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، فجميل جدا أن تكلم الله، ولكن الأجمل منها أن يكلمك الله سبحانه وتعالى وأن تسمع كلامه. وهذا الأمر وهو تكليم الله للناس وإسماعهم ذلك خص الله به بعض عباده، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى صلوات ربي وسلامه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولذا يقال لموسى إنه كليم الله، فلو كان غير موسى أيضا نال هذه المرتبة وهذا الشرف كان كلنا كليم الله، ولكن هذه ميزة لموسى صلوات ربي وسلامه وتميز بها أنه كليم الله سبحانه وتعالى، إذ كلمه الله بدون حجاب بدون واسطة، كلمه مباشرة صلوات ربي وسلامه عليه. واختلف أهل العلم هل كلم الله تبارك وتعالى غير موسى، أو أن هذا خاص بموسى صلوات ربي وسلامه عليه. ثبت أن الله كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك في المعراج لما عرج به صلوات ربي وسلامه عليه، ووصل إلى مرحلة توقف فيها جبريل وجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بينه وبين الله
واسطة هنا، لأن جبريل توقف والنبي صعد صلوات ربي وسلامه عليه، وكلمه ربه تبارك وتعالى، فثبت أن النبي صلوات ربي وسلامه يعني محمدا أيضا كلمه ربه تبارك وتعالى. واختلف أهل العلم هل كلم الله آدم صلوات ربي وسلامه عليه لما أكل من الشجرة، وقبل ذلك لما خلقه وورد الكلام بينه وبين الله تبارك وتعالى؟ فأكثر أهل العلم على أن آدم أيضا مكلم صلوات ربي وسلامه عليه، وذهب البعض إلى أنه إنما كان بواسطة وليس مباشرة، وإنما بواسطة لما كلم آدم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء حديث عند ابن حبان، اختلف أهل العلم في صحته. على كل حال الثابت المجمع عليه هو موسى صلوات ربي وسلامه، ذاك يقال له كليم الله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في المعراج. منهم من كلم الله، إذن نثبت أن الله تبارك كلم بعض عباده. وأنكر بعض أهل البدع أن الله يتكلم، وقالوا إن الله لا يتكلم، وذكروا أن أحدهم جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء، أكبر القراء، قراء القرآن الذين جمعوا القرآن، قراء السبعة أكبرهم سنا وأعظمهم شأنا أبو عمرو بن العلاء، جاءه أحد أهل البدع فقال له قول الله تبارك وتعالى منهم من كلم الله، طبعا الله هو المتكلم سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة مرفوع، هو المتكلم هو الفاعل للكلام، منهم من كلم الله، قال هل تجد لها قراءة منهم من كلم الله؟ يريد أن ينفي الكلام عن الله أن الله لم يتكلم، فيجعل موسى هو المتكلم، ولفظ الجلالة في محل نص مفعول به كلمه موسى، قال هل تجد لها قراءة منهم من كلم الله؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء هب أني فعلت ذلك، هو ما في قراءة، قال لا توجد قراءة هكذا، لكن هب أني فعلت ذلك، فماذا تصنع بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه صريحة جدا، قلبتها يمينا شمال، رفعت، نصبت، جريت، ما تحتمل غير أن الله هو الذي تكلم. قال وما تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فماذا قال ذلك المبتدع؟ قال والله لوددت لو مسحتها من المصحف. ولذا الفرق بين أهل السنة ومخالفيهم أن أهل السنة يعتقدون بناء على الأدلة، فعقيدتهم مبنية على الدليل فيستدل ثم يعتقد، بينما أهل البدع يعتقد أولا ثم يبحث عن الدليل الذي يوافق عقيدته، فإذا كان الدليل لا يوافق عقيدته وإن كان يريد الخير التزم وانسجم مع الدليل، وإلا انحرف كما قال هذا الرجل، قال وددت لو مسحتها من المصحف والعياذ بالله. إذن منهم من كلم الله، الله يتكلم سبحانه وتعالى كلاما يليق به جل وعلا، قطعا ليس ككلامنا، ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني في ناس كلمهم كموسى صلوات ربي وسلامه عليه ورفع آخرين درجات، قال بعض أهل العلم رفع بعضهم درجات هو إدريس كما قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، قالوا إذن هنا إدريس، وقال آخرون بل المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرجات التي رفع إليها هي المقام المحمود الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، الدرجة الرفيعة الوسيلة التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وهذا صنف ثالث، نوع ثالث من الأنبياء، وهو عيسى ابن مريم، وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بعده نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وينسب إلى أمه لأنه ليس له أب كما قال الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
ولذا قالت مريم لما جاءها روح القدس، لما جاءها جبريل: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فاستغربت مريم فقالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ما مسني بشر. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ولذا ينسب عيسى إلى أمه فيقال عيسى بن مريم لأنه ليس له أب، والنصارى عليهم من الله ما يستحقون. عندما يترجمون لعيسى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل يكتبون عيسى ابن يوسف النجار والعياذ بالله، ويقولون هذا خطيب مريم، وهذا من كذب وافترائهم على عيسى صلوات ربي وسلامه. بل عيسى ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم. يقول الله تبارك وتعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والبينات منها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويحيي الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويكلم الناس في المهدي صلوات ربي وسلامه عليه، وأيده الله بروح القدس. هذه بينات عيسى عليه السلام. ومنها قوله: وأنبئكم بما تدخرون وما تدخرون في بيوتكم. هذه بعض بينات عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والجمهور على أن روح القدس هنا هو جبريل صلوات ربي وسلامه. وبعضهم قال روح القدس أي الروح الطيبة، أي البينات والهداية والتوفيق وغير ذلك. والأكثر على أنه روح القدس جبريل صلوات ربي وسلامه، قل نزل به روح القدس. فروح القدس هو جبريل عليه السلام. وفيها قراءتان: القدس بضم الدال والقدس بإسكان الدال، تقول روح القدس وروح القدس. وأيدناه بروح القدس. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو القدس يعني المنزه، وذاك من أسماء الله القدوس أي المنزه من كل نقص، عن كل نقص، السالم من كل عيب. وذاك تقول أحيانا أو تقرأ أحيانا في بعض كتب أهلهم يقول: قدس الله روحه. هذا من باب الدعاء، يعني تقول نزه الله روحه، طهر الله روحه. ما في بأس إن شاء الله تعالى، يجوز أن تقول لأحد قدس الله روحه، تدعو له بهذا الدعاء. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. من بعدهم، من بعد موسى وعيسى كليم الله ومن أيده الله بروح القدس، أو معهم محمد إذا قلنا ومنهم ورفع بعضهم درجات له محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو شاء الله ما اقتتلوا بعد موسى وعيسى ومحمد صلاة رب السلام، أو من بعدهم أي جميع الرسل، بعد كل رسول يقتتلون، وهذا هو الظاهر. ما اقتتل الذين من بعدهم أي الرسل كلهم، كل الرسل، لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. وهذا جائز، يعني مثل الآن واحد يقول: ماذا عملك؟ تسأل شخصا تقول: ماذا تعمل؟ يقول: والله أنا أشتري بيوت وبيع، أشتري بيوت وبيع. لكن هو لا يستطيع أن يشتري بيوت بوقت واحد، لكن يشتري بيت ويبيعه، بعد فترة يشتري بيت ثاني ويبيعه، بعد فترة يشتري بيت ويبيعه، فكل بيت لوحده. لكن أجملها هكذا: أشتري بيوت وبيع، أو أشتري سيارات وأبيع. هو لا يشتري سيارات جملة ويبيعها جملة، ولكن هذا كذلك هنا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم أي من بعد كل رسول، من بعد كل رسول على حدة. وقوله لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، الأصل أن الناس إما أن يكونوا متفقين أو يكونوا مختلفين. إذا كانوا متفقين لا يمكن أبدا أن يتفقوا على الباطل، لا يمكن، لأن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا يترك الناس على الباطل، بل دائما يرسل الرسل ليهتدي الناس. ويقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا لا يمكن أن يجتمع الناس كلهم على باطل، هذا لا يمكن. إذا ممكن الناس يجتمعون على الخير الواقع
أن الناس غير معصومين. الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق سبحانه وتعالى يقول أهل العلم خلق الله الخلق على ثلاثة أصناف. الصنف الأول كلفهم وعصمهم، مكلف معصوم، وهم الملائكة كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أبدا لا يمكن ملك يأتي بمعصية لأنه معصوم، عصم الله الملائكة. القسم الثاني لم يكلفهم ولم يعصمهم، لا مكلف ولا معصوم، وهي البهائم والطيور والحيوانات بشكل عام والحشرات، هذه لا تكلف ولا تعصم، ممكن تظلم هذه الحيوانات ويؤذي بعضها بعضا ولكنها لا تحاسب يوم القيامة يعني بجنة أو بنار، وإنما يقال لها كوني ترابا ثم تكون ترابا بعد أن يقتص الله لبعضها من بعض، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء فقط ثم بعد تكون ترابا لأنها غير مكلفة أصلا. القسم الثالث مكلف غير معصوم، مكلف مخير، تبي تطيع هذه الجنة تبي تعصي هذه النار، وهم الإنس والجن، مكلفون مأمورون منهيون غير معصومين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، اختر ما شئت. إذا كان الأمر كذلك إذن طبيعي جدا أن أناس يختارون طريق الخير وأناس يختارون طريق الشر كما هو الواقع اليوم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هكذا الناس. وطبيعي جدا أن المؤمنين سيدعون الكافرين والكافرون لن يقبلوا بالمؤمنين فيقع بينهم الاقتتال، وهذا أمر طبيعي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع الناس بعضهم بعضا فيحصل الاقتتال بين الناس، بين الحق وبين الباطل، صراع بين الحق وبين، لأن إبليس موجود وهو أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو حريص على الإغواء، وهناك أناس محاربون للشيطان يردون غوايته، فيعتدي الكفار على المسلمين فيرد المسلمون عليهم، وهكذا هي الحياة. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني لو شاء الله جل وعلا لو أراد سبحانه وتعالى لجعل الإنس والجن كالملائكة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولكن الله لحكمة يريدها، لسنا نحن الذين نفرض على الله، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولا ينكر. وإذاك لا يجوز أن يقال لماذا الله فعل كذا أو لماذا الله قال كذا، الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل، وإذا أردت أن تسأل تقول ما الحكمة من هذا، تريد أن تتبين الحكمة فقط. فالله سبحانه يقول لك أنا لو شئت لخلقت الناس والجن كلهم عبادا لي حنفاء كما صنعت بالملائكة، ولكن لا أريد ذلك، أريد أن أجعل جنة ونارا، أريد أن يختار الإنسان طريق الخير أو طريق الشر، وله مني أني لا أعذب حتى أبعث رسولا، وإني أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتب وأرسل الآيات مع الأنبياء حتى يتبين الحق من الباطل والخير من الشر، وليختاروا ما شاءوا ثم بعد ذلك أحاسبهم، هكذا أراد سبحانه وتعالى. ولذا يقول هنا سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا لم يلتزموا بالبينات لأنهم عندهم اختيار، خيرهم الله تعالى، اختاروا إما شاكرا وإما كفورا، ولكن اختلوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يعني من الناس من آمن ومن الناس من كفر، وأكثر الناس كفر كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأكثر الناس أهل الكفر، وأهل الإيمان يقلون
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنكم، يقول لصحابه، كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأبيض، من قلة المؤمنين وكثرة الكافرين. واقعنا اليوم يقول ذلك كذلك. كم عدد المسلمين بالنسبة لعدد الكفار في هذه الدنيا الآن؟ الكفار أكثر، أكثر الكفار، وسيستمر هكذا حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. إذ إنه إذا نزل عيسى صلوات ربي وسلامه لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، ويدخل الإسلام كل بيت، بيت مدر، بيت حجر، يدخله الإسلام، يدخل كل بيت في زمن عيسى. ثم يموت عيسى، ثم يأتي الشيطان ويضل الناس، وتأتي أجيال كلها كافرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع. قال أهل العلم: كافر ابن كافر ابن كافر، كفار كلهم. ولذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ما يبقى مؤمن على وجه الأرض عند ذلك تقوم الساعة. إذن الصراع مستمر بين الكفر والإيمان حتى تقوم الساعة. وهذه المشيئة هنا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، هذه المشيئة هي المشيئة الإرادة الكونية، ما أراده الله كونا وقدرا، لا يعني أنه يحبه سبحانه وتعالى، وإنما قدر الله أن يكون الأمر كذلك. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وإن شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. تذكرون قبل الدرس قبل الماضي لما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هناك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ترغيب، يرغبهم بالصدقة بالإنفاق، هنا ترهيب، هنا ترهيب، وهكذا القرآن ترغيب وترهيب، هنا ترهيب. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم. انتبهوا، احذروا هذا اليوم، احذر، أنفقوا الآن قبل أن يأتيكم هذا اليوم. ولذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النفقة هنا المقصود بها النفقة الواجبة وهي الزكاة، وذهب آخرون إلى أن النفقة هنا هي النفقة المستحبة تطوع، وبعضهم قال تشمل، وبعضهم قال لا، هنا النفقة المقصود بها في سبيل الله وهو الجهاد. قال: والجهاد أيضا ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. وبعضهم قال تشمل جميع أنواع البر، الزكاة والصدقة والجهاد، وهذا أولى، هذا أولى. أنفقوا مما رزقناكم، الآن أنفقوا، لماذا؟ من قبل أن يأتي يوم، وهذا اليوم هو يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لأن الإنسان في ذلك اليوم يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لا راح، ما في مجال. في ذلك اليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ما في خلة، ما في شفاعة، ما في محبة بين الناس في ذلك اليوم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيفارق الناس بعضهم بعضا في ذلك اليوم. الله تبارك في ذلك يقول: لا بيع فيه، تبيع وتأخذ وتعطي وهذا لا، ولا خلة. الخلة هي التي تتخلل البدن، يعني المحبة انتشرت في البدن كله، تخللته كله. قال: ومن ذلك سمي الخليل خليلا، لأن المحبة تشربها البدن من كل في كل جوانبه وجوانحه. هذا اليوم ما في خلة، الكل يتخلى عن الكل، الكل يقول نفسي نفسي، ولا شفاعة، لا يشفع أحد لأحد،
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما في أبدا. فالله يحذر من هذا اليوم سبحانه وتعالى، يقول احذروا، انفقوا الآن قبل أن يأتيكم هذا، وكل من مات فقد قامت قيامته، انتهى الأمر، لأن انتهى العمل بالنسبة له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما هو لا يستطيع أن يعمل، انتهى أمره. وأنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم، مما رزقناكم أي من بعض ما رزقناكم، يعني ما طلبنا منك أنك تنفق كل مالك، أنفق بعضه. الزكاة كم؟ 2.5%. الصدقة بابها مفتوح، أنفق مما رزقناكم، من بعض ما رزقناكم، ما طلبنا منك أن تنفق مالك كله. أو تكون هنا بيانية، من بيانية، أي أنفقوا من الذي رزقناكم. وانتبه، رزقناكم، ما أخذته بحيلة ولا شطارة، نحن رزقناك، الله هو الذي رزق، كل المال الذي عندنا هو من الله سبحانه وتعالى. وذاك لو تعب الإنسان وبذل الجهود كلها ولم يكتب الله له الرزق لم يأته الرزق. الرزق بيد الله وحده سبحانه وتعالى. أما ذاك تشوف واحد يولد عند ملايين ميراث، متى اشتغل هذا، متى فكر، متى كذا؟ مات أبوه حمل في بطن أمه، أولدت أمه برصيدك 10 ملايين ميراثك من أبوك، ولد مليون. هذا من الذي رزقه؟ الله جل وعلا. وبعض الناس يتعب ليل ونهار، اللي يقولونه وين ما طقها عوية، ليل ونهار ليل ونهار، مو كاتب الله له الرزق، الرزق بيد الله. وذاك يقول الله تبارك إن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. فهنا مما رزقناكم، نحن الذين نرزقكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فيها قراءتان: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. القراءة الثانية: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، بالفتح. كلتاهما قرأ بها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والكافرون هم الظالمون. الكافرون هنا تحتمل الكافرون اللي هم الجاحدون لله، أو الكافرون كفر النعمة الذي لم ينفق، كفر النعمة، يعني ليس كافرا، يعني الكفر الأصغر كفر النعمة. ويقول عطاء بن دينار، يقول: الحمد لله إن الله قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. يقول كان كلنا كفار، كلنا نظلم، يقول: فالحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، مو من الشروط بس هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. تخرج نار من عدن، ريح طيبة من عدن، يشمها المؤمن فيموت، فيموت جميع المؤمنين، فما يبقى على وجه الأرض إلا الكفار. الكفار يلدون أولادهم أسرهم كفار، أولادهم كفار، ذرية بعضها من بعض، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. كافر ابن كافر ابن كافر، يعني هي أحسنت. يقول: كثير من الآيات نقرأها في كتاب الله تبارك أن وقليل من عبادي الشكور، زين، وأن المؤمنين قليل، هذا واقع، لأن الإنسان في طبعه جحود. طيب، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا. طيب، الإنسان طبيعته هذا ظلوم جهول، إلا من هداه الله تبارك وتعالى. فلذلك نعم، أكثر الناس يضلون، والقليل من يشكر، لأنه يغتر الإنسان بما يعطيه الله تبارك وتعالى. والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا، يقول: إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات. والإنسان يبي العاجل، لكن اللي خاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه ويفكر في الآخرة وفي الجنة وفي النار وعذابها،
يلتزم ويتحمل. يعني أنت الآن شو مقعدك الحين هنا؟ غير أنك تبي الجنة وكذا، في غير قاعد يلعب الحين، يلعب مستانس وهذا. ليش؟ لأنه يبي العاجل. لما الإنسان يفكر يقول لا أنا بالآجل، أبي الأجر، أقرأ قرآن، أصوم، أدفع زكاة، أحج، أجاهد، يعني كل هذه الأمور النفس لا تطيع فيها. النفس ما تريد الجهاد، لا تريد أن تبذل المال، تريد أن تأخذ المال. طيب نفس الشيء الصوم، يعني لما يصوم يمتنع عن الطعام والشراب، يمتنع عن جماع أهله. المرأة نفس الشيء. الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الناس يقول لك أنا ما كاري، ما لي شغل. أنا المسلم ما يقدر يقول أنا ما كاري، لا، يروح يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يناصح الناس، يذكرهم بالله. هذا كله يعني متعب، لكن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من المراحل يجد هذا التعب لذة، ويفرح بالصيام، ويدور الصلاة، وتكون قرة عينه في القرآن، ولذته في الدعوة. هنا يختلف الوضع، ولا صحيح أكثر الناس نعم يبون الدعاء. أين؟ لا أصل، خلنا بالأول. يسأل سؤال عن موضوع الخدم. حقيقة هذه الآن يعني مسألة مزعجة جدا، موضوع الخدم الآن، وكيف يتعامل الناس مع الخدم، والطريقة التي يتناولون فيها هذا الموضوع مزعجة جدا حقيقة. أولا اللفظ اللي قاله يقولون أن يوم خزيت أخاف، فقال يقولون أن بعت الخادمة أو اشتريت الخادمة، وهذا لا يجوز استخدام هذا اللفظ بعت واشتريت. هي احتاجت تعمل عندك، أو الخادمة احتاج وعمل عندك، ما تشتريه. هذا عقد إيجار بينك وبين عقد عمل، مثل ما أنت تعمل بشركة مو شارينك، هذا عقد عمل بينك وبينهم. كل ما في الأمر أنت تعمل بشركة، هذه تعمل ببيت، هذا الفرق بينك وبينها. وهذه يعني إنسان يحمد الله تبارك وتعالى أن عنده من الخير من المال أن الناس تأتيه وتخدمه. شيباننا وعجزنا، عجزنا الحمد لله ما صار، لكن شيباننا كانوا يخدمون، كانوا يشتغلون ويخدمون وكذا. وحدثني بعضهم أن والده كان يشتغل صبي في الهند، يعني مو هو اللي حدثني، حدثني صديقه عن صديقه أن والده كان يعمل صبي في الهند. هي الحاجة، الحاجة الناس تحتاج تأتي تعمل، فلا يجوز لنا أن نتعامل مع هؤلاء لحاجتهم وضيق ذات قلة ذات اليد عندهم، أن نعاملهم أنهم نبيعهم ونشتريهم. لا يجوز هذا الكلام. تصور أنت حط نفسك مكانه، أنت رايح تشتغل ببيت بمكان بشيء كذا كذا، يبيعونك يشترونك، يتعاملون معك بهذه الطريقة. بل أسوأ من هذا أن البعض يقولها ملك يمين والعياذ بالله، يعني هذا من الجهل والاستهتار. هذا لا يجوز، خاصة النساء بالذات. يعني رجل يطلع يشتغل كل واحد، لكن مرة تطلع تشتغل معناها الحاجة شديدة قاسية، تترك أهلها، أحيانا تترك أولادها، تترك زوجها، تترك أهلها، متغربة عشان تحصل لها شيئا من المال، وأيضا يتعامل معها بيع وشراء وإيذاء ونقص معاش وعدم إعطاء حقوق. هذا لا يجوز، لا يجوز. السؤال طبعا كان يسأل يقول لو أنا جلبت الخادمة بمبلغ من المال، يقول هو 300 دينار مثلا من زمان، والآن مبالغ الخادمات حتى يأتي الإنسان بخادمة يكلفه مثلا 1000 دينار، فيصير أنا أعطيها لأحد، صح؟ مو أبيعها، أعطيها. إيه، أعطيها لأحد مثلا وأخذ منه 1000، لأن الناس لا ما يجيبون خادمة. مو ملكك هذه عشان تبيعها بألف أو تعطيها بألف، مو ملكك، مالك شيء، مالك، ما يجوز تأخذ شيء أصلا منها، ما هي ملكك عشان تقول والله أعطيها بألف، ولا مالك شغلي. إذا أنت يعني تبي تخدمها، والخادمة هذه خلنا نقول جيدة وكذا، ولكن ما تبي تشتغل عندك تروح مكان ثاني، والآن الناس يأخذون 1000 مثلا عشان يجلب خادمة، قل أنا عندي لك خادمة، ادفع 1000 حتى تأتيك الخادمة، خذ 1000 وعطها هي. هذا جزاء المعروف اللي بيني وبينك سنين، يلا روح اشتغلي، وهذا 1000 دينار اكسب فيها لك. أما أنت تأخذ مالك حق تأخذ فلس واحد، أبدا ما يجوز تأخذ منه شيء. تبي تأخذ شيء خدمها هي، هي الآن خبرة، وخلنا نقول
وبتجيه بدون انتظار وكذا، ولو طلب غيرها بيدفع 1000، ادفع 1000 بس لها، ما يجوز تأخذ منه دينار واحد، أنت لها هي وليس لك أنت. هذا واحد. الأمر الثاني أن إذا أنت جلبت خادمة مثلا وكلفك هذا الأمر عن طريق المكتب مثلا 1000 أو قريب من ذلك أو كذا، والمكتب هذا يعني يقول ما آتي بها إلا هذا المبلغ اللي كلفني، كذاب صاج، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن يقول تكلفة قدومها مثلا 1000 دينار، فلا بأس أنك أنت تأخذ 1000. لو ما أراد أن تعمل عندك مثلا يوم يومين قالت ما بيعمل عندك بروح أعمل مكان ثاني، تأخذ 1000 اللي دفعتها حقك هذا، لكن ما يجوز تأخذ زيادة، ولا تأخذ إذا انتهت المدة التي لها، قضت المدة مثلا 2 سنين عندك مثلا، قضت المدة خلاص ما لك حق تأخذ شيء من 1000، تبي تأخذ لها وليس لك. كذلك إذا خرجت إجازة، أنت موقع عقد مع وزارة الشؤون، أنت موقع عقد، أنا سألت في هذا في عقد بينك وبينها إن لها إجازة شهر كل سنة، عدل شهر؟ من اللي عنده فكرة؟ شهر، إن لها شهر كل سنة، هذا الشهر إذا راحت لها لا تأخذ معاشة كامل، مثل ما أنت تطلع إجازة من عملك يعطونك معاشك وأنت ما تشتغل قاعد ببيتك، تأخذ معاش الإجازة، هي تأخذ معاش الإجازة كذلك. وإذا تبي تشتغل تبيها تشتغل عندك تعطيها دبل، مثل ما أنت تأخذ دبل أوفر تايم، عاملها مثل ما يعاملونك، ما تحب أن تعامل أنت. كذلك ساعات العمل، لها يوم إجازة بالأسبوع، ما عطيتها يوم إجازة تعطيها مضاعفة الأجر إذا رضت، إذا ما رضت لها يوم إجازة، لها ساعات عمل محددة، وهكذا. يعني أن نتق الله فيهم، هذا يعني مساكين يعني فعلا يعني متغربون جاءوا إلى هذه البلاد، لابد من إحسان المعاملة وإعطاهم حقوقهم كامل بل وزيادة، فنتق الله تبارك وتعالى في هذا الخدم، الله المستعان. يقول: هل كل من قال بخلق القرآن كافر؟ القول بخلق القرآن لا شك أنه تكذيب لله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالأمر غير الخلق، لأن الله قال: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن جعله أمر، قال روحا من أمرنا، فهو غير الخلق، بل الله يخلق بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فكيف يكون الأمر مخلوقا؟ فكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأن صفات الله غير مخلوقة، صفات الله ذاتية له سبحانه وتعالى. فمن قال إن القرآن مخلوق لا شك أنه كافر، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع علماء المسلمين من السلف رحمه الله تبارك، أن من قال إن القرآن مخلوق كافر. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وتأثر المعتزلة بقول الجهمية وقالوا بخلق القرآن، وأول من أثار هذا الموضوع يعني نشره هو المأمون، خليفة المأمون، وأجبر الناس على القول بخلق القرآن، بل وقتل من لا يقول بخلق القرآن، ثم جاء بعده ولده المعتصم وتبنى هذا القول أيضا، ثم الواثق وتبنى هذا القول، ثم المتوكل وتبنى هذا القول 2 سنين من خلافته، ثم تراجع عنه إلى قول أهل السنة. وقتل من العلماء البويطي تلميذ الشافعي، ونعيم بن حماد، ومحمد نسيت، لا إله إلا الله، 4 الذين قتلوا في هذه المسألة من أهل العلم، قتلوا لأنهم رفضوا أن يقولوا إن القرآن مخلوق، وسجن الإمام أحمد، وهرب كثير من العلماء حتى لا يقولوا بأن القرآن مخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن أكثر من 500 عالم من علماء أهل السنة أفتوا بأن من قال إن القرآن مخلوق كافر. لكن يبقى أمر، يقول: هل كل من قال بالكفر يكون كافرا؟ لا، هذا فيه تفصيل، إذا كان عالما بما يقول ويدري، وهذا يكفر. الإمام أحمد ما كفر المأمون، ولا كفر المعتصم، ولا كفر الواثق، لأنه يرى أنه جاهل، وأنه قال هذا القول عن جهل، وأنه لبس عليه فقال بهذا القول. فليس كل من قال إن القرآن مخلوق كافر إلا إذا كان عالما بهذا الكلام، وأقيمت عليه الحجة،
وأصر عليه هنا يكون كافرا. أما بعض الجهلة يقول بهذا القول مثل الإباضية مثلا يقولون أن القرآن مخلوق مثلا، الشيعة يقولون أن القرآن مخلوق، المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، فهؤلاء لا يكفرون حتى يبين لهم الأمر. فنقول هذا القول كفر، ولكن إذا قاله أي شخص ينظر هل هو عالم بما يقول، يدري أو لا يدري، هل أقيمت عليه الحجة، هل بين له الأمر، ثم بعد ذلك يحكم بكفره أو عدم كفره، والله أعلم. يقول إذا اشترى شخص أرضا بنية التجارة ولا يدري متى سوف يبيعها فكيف يخرج زكاة هذه الأرض؟ نعم، إذا اشتريت أرضا بنية التجارة، يعني اشتريتها الآن رخيصة منتظر بس ترتفع الأسعار أبيعها، هذه يسمونها عروض تجارة، هذا اشترى لأجل التجارة، هذه ينقل له إما أن تبنيها وتسكنها، وإما أن تبيعها، وإما أن تخرج زكاتها في كل سنة، فعليه زكاتها كل سنة يقيمها، مو هو يقيمها، طبعا السوق كم تسوى الأرض ويخرج 2.5% من قيمتها، كل سنة تقيم هذه الأرض وقت زكاته، يعني وقت الحول يقيمها كم تسوى ويخرج 2.5% إلى أن يبيعها. يقول هل يوجد نبي اسمه خالد العبسي؟ قريت العتيبي ضاق خلقي، ينتمي إلى قبيلة بني عبس، أم هو رجل صالح؟ لا، هو ذكروا يعني رجال صالحين قالوا إنهم يعني مقي خالد بن يذكر اسمه مو العبس ها خالد بن سنان، نعم قالوا إنه نبي، لكن ما في شيء ثابت، ما في شيء ثابت. والصحيح أنه لا نبي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء الذين قالوا إنهم أنبياء ليسوا بأنبياء، لا لم يثبت، لكن لعله كان يعني رجلا صالحا أو يعني متألها كما يقال. هنا يا سم هناك قول أنه أعتقد أن النبي قال ذلك نبي ضيعه قومه، لا يصح. إيه نعم لا يصح، نعم. وقالوا عن أمية بن الصلت كذلك، لكن لا يثبت هذا شيء أبدا. نعم يلا لا قوله شبهة التحام صلى الله عليه وسلم، وأن الزهري في البخاري قال فيما بلغنا من الناس شيخ عبدهم كل اللي في البخاري صحيح. نعم السؤال يقول علي هل حاول النبي أن ينتحر صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول هذا كذب، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن ينتحر، والبعض ينسبها إلى البخاري. لابد أن نفرق بين ما أخرجه البخاري وبين ما ذكره البخاري، لابد أن نفرق. مثال، عطنا مصحف. ماشي مشكلة، هذا الآن مصحف اللي فيه ماذا؟ قرآن، صحيح؟ الذي فيه القرآن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إيش؟ هذا قرآن؟ ها؟ هذا ليس قرآنا، صحيح؟ نعم بسم الله. وهذا قرآن؟ ليس قرآنا. كذلك حتى لو جيت في نص السور، بسم الله الرحمن الرحيم، اسم السورة والجزء ورقم الصفحة، هذا ليس قرآنا، واضح؟ فإذا نفرق بين ما كان من القرآن وما كان مع القرآن، نفرق بين ما كان من القرآن وبين ما كان مع القرآن. كذلك الله تبارك وتعالى لما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هل إبليس من الملائكة؟ الله سبحانه وتعالى يقول إلا إبليس كان من الجن، صحيح؟ وإبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار، والملائكة مخلوقة من نور، فيقينا قطعا أن إبليس ليس من الملائكة. طيب هنا ذكر قالوا وإذ قلنا الملائكة سجدوا إلا إبليس، إبليس كان مع الملائكة وليس من الملائكة. إذن نفرق
بين معه ومنه. كذلك الآن لما ذكرنا هذه الفهارس في القرآن الكريم أو اسم السورة أو رقم الصفحة وكذا والجزء، هذه مع القرآن وليست من القرآن. فعندما نقول صحيح البخاري، صحيح البخاري هو الذي فيه حدثنا، حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا هو صحيح البخاري، الأسانيد، الأحاديث المسندة. أحيانا البخاري رحمه الله تبارك يذكر أشياء غير مسندة داخل الصحيح، منها المعلقات، ما تسمى المعلقات، أو أسماء الأبواب، يسمي الباب باب كذا باب كذا باب كذا، يبوب أبوابا، هذه ليست من البخاري، هذه مع البخاري ولا تعتبر من صحيح البخاري. أو يأتيك البخاري وقال عبد الله بن عمر، ما يذكر الإسناد، هذا يسمونه إيش؟ مع البخاري وليس من البخاري. ومن هذه المسألة أن البخاري لما ذكر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وهو يذكر الحديث، في أثناء الحديث قال البخاري وقال الزهري بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فكر أن ينتحر، قال الزهري بلغنا، هذا ليس من صحيح البخاري، هذا مع صحيح وليس من صحيح البخاري. ولكن يدلس البعض يقول شوف هذا صحيح البخاري، شوفه موجود، فهذا مع البخاري وليس من البخاري. ننتبه لهذه القضية. فلم يثبت أبدا أن النبي حاول أن ينتحر. والزهري رحمه الله تعالى من صغار التابعين، فإذا قال بلغنا نبي نشوف من الذي بلغه، مجهول. والبخاري كل أسانيد متصلة، فلا يقبل هذا أبدا. ولذا ذكر أهل العلم أن هذا ضعيف لا يثبت. فننتبه إلى ما كان مع البخاري وإلى ما كان من البخاري، يعني من صحيح البخاري. وبالتالي لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر أن ينتحر صلوات ربه وسلامه عليه. نعم، يعني هذا يقول بطاقات تباع للوقود البنزين، إن تشتري بعشرين دينار أو تشتري بواحد وعشرين دينار وتعبي بعشرين، وإنما يقولك أنا أسهل لك إن إذا ما معك فلوسك، المحفظة ناسيها أو شيء أو كذا أو هذا، إنك تقدر تدفع بنزين، لكن أخذ أنا عمولة دينار مقابل هذه الخدمة، هكذا جائز، ما في شيء إن شاء الله تعالى. هذا يسأل يقول يعني أثناء خطبة الجمعة يسكت الإمام إذا صار زحام في المسجد، فأحد الناس يقول تقدموا تقاربوا حتى يدخل الناس. المهم الممنوع من الكلام أثناء الخطبة، إذا سكت الخطيب مثل قاعد يكح ولا جلس ولا يشرب ماي ولا بين الخطبتين ولا واحد جاء قام يكلمه يجوزك تتكلم. الممنوع أنك تتكلم وهو يخطب، هذا الممنوع أثناء خطبته ممنوع أنك تتكلم. لكن إذا كان الإمام أصلا مرتب مع هذا الإنسان والإمام سكت حتى هذا ينادي الناس يقول لهم تقاربوا افتحوا المجال لمن كان في الخارج، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول حكم من نسي ركنا من أركان الوضوء هل يستأنف؟ الوضوء ذكر الله أركانه الأربعة سبحانه وتعالى، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصفا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وزاد بعض أهل العلم ركنين، الترتيب والموالاة، وبعضهم زاد الدلك. وهذا الخلاف بين أهل العلم بعد اتفاقهم على الأربعة. فالترتيب بعض أهل العلم يرى أن الترتيب ركن، لابد من الترتيب خاصة بين الأركان الأربعة، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، هذه الأركان الأربعة لابد أن ترتب، وهو قول أحمد والشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يرون ومن تبعهما يرون أن الترتيب سنة، يعني لو مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه ما في بس، والوضوء صحيح، فيرون أنه سنة، فلو ترك ما يضر. فهنا على هذا السائل هنا يقول لو أخل بأحد الأركان خروجا من الخلاف، إذا مثلا نسي مسح الرأس، فاللي قبل مسح الرأس صحيح ليغسل الوجه واليدين، فإذا غسل رجليه لا، يمسح رأس ثم يعيد غسل الرجلين حتى لا يخل بالترتيب، فيغسل الركن الذي نسيه ثم يغسل الذي بعده مراعاة للترتيب وخروجا
من الخلاف في هذه المسألة. يقول: اشترى رجل سيارة من مكتب وحولها على بيت التمويل يدفع قيمتها بالتقسيط للبنك، وجعل السيارة لخدمة الدعوة والمشروع خيري ينقل فيه المعتمرين لأداء العمرة مجانا لوجه الله، ثم سمع فتوى بعدم جواز هذا البيع وهو لا يستطيع حاليا أن يكيش المبلغ إلا أن يبيع السيارة بخسارة ويقف بالتالي مشروع العمرة الخيري في الدعوة. يعني يبي يكسر خاطر يعني مشروع دعوة. وعلى كل حال يعني هذا يسمونه هنا بيع المرابحة، ويسميه أهل العلم بيع المواعدة. هذا بيع المواعدة، وهو أن يذهب الإنسان إلى شركة أو شخص فيقول له: اشتر هذه، لا أستطيع أن أشتريها نقدا، اشتريها أنت نقدا ثم قسطها علي ولو بالأرباح، ولو تربح علي. هذا الذي يفعل الآن، وهذا جائز إن شاء الله، ما في بأس إن شاء الله تعالى، فما في داعي كيشة، وخلي يكمل العمرة إن شاء الله تعالى، أموره طيبة إن شاء الله تعالى. يقول: ما معنى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ الله جل وعلا قال في أول هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبدأ يبين أسباب ذلك ثم قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني بعد أن نهى عن تولي الكفار كأن سائلا يسأل: فمن نتولى؟ إذا نهيتنا عن توليها نتولى من؟ قال: وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا معنى الآية والعلم عند الله جل وعلا. والولاية المحبة والنصرة، و الله تبارك يتولى المؤمنين كما قال الله: ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فيتولى المؤمنون الله جل وعلا، يتولون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك المؤمنين يتولى بعضهم بعضا، أي ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. وقوله: الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني هذا من بعض صفاتهم، ذكر بعض صفاتهم أنهم يقيمون، قائمون على الصلاة، يقيمونها على الوجه الذي يرضي ربهم تبارك وتعالى، وأيضا يؤتون الزكاة وهم راكعون، أي وفي حالهم كلهم خاضعون لله. والركوع هنا ليس ركوع الصلاة، وإنما ركوع الخضوع. ومنه قول الله تبارك: يا مريم اسجدي لربك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي اخضعي مع الخاضعين. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن داود عليه الصلاة والسلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. معلوم أنه خر ساجدا، ولكن المقصود أنه خضع لله تبارك وتعالى. فالركوع معنى الخضوع هنا، وهم راكعون أي وهم خاضعون، لأنه قال يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة كاملة على الوجه الذي يريد الله سبحانه وتعالى. وأما استدلال الشيعة أن هذه الآية في علي رضي الله عنه، وأنه تصدق بخاتمه، وأنه جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ولم يكن عند النبي شيء، ثم جاء ومعه خاتم، قال: من أعطاك هذا الخاتم؟ فأشار إلى علي وهو يصلي رضي الله عنه، فنزلت هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول علي: دفع الزكاة وهو راكع، بحيث أن هذا الفقير جاء إلى علي رضي الله عنه وهو راكع فسأله، فمد علي يده فأخرج الرجل خاتم من يد علي رضي الله عنه، فنزلت هذه الآية أنه دفع الزكاة وهو راكع. وهذه القصة باطلة لا تصح، وهذه ليس فيها مدح حقيقي. يعني أول شيء، يعني تصور واحد يجي حاجي واحد وقاعد يصلي، يعني هذا خطأ، والرسول لا يقر على هذا، ينكر عليها، هذا منكر. أن واحد يشوف واحد قاعد يصلي يقول: تصدق علي عطني شيء، قاعد أصلي شو تصدق عليك انت؟ فهذا الطريقه هذه غلط، ولا يجوز لاحد ان ياتي لاحد يصلي ويطلب منه شيئا وهو يصلي. هذه واحده. الثانيه، لا يجوز لعلي رضي الله عنه يمد ايده وهو بالصلاه عشان يطلع الخاتم. افرض بعد الخاتم علق وهذا يسحبه، ما يصلح هذا ابدا.
ثم كذلك ما تجوز الزكاة بخاتم، الزكاة 2.5%، ما في زكاة بخاتم، ما من فيكم دفع زكاة خاتم؟ ما في زكاة خاتم. ثم كذلك علي رضي الله كان فقيرا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده زكاة حتى يؤمر بدفع الزكاة. مهر فاطمة درع أهداه إياه عثمان رضي الله عنه، يعني ما عنده مال بحيث أنه يدفع الزكاة رضي الله عنه وأرضاه. والله تبارك يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، وعلي رضي الله عنه من أئمة الخاشعين، لا يمكن أن يفعل هذا رضي الله عنه، يمد يده وهو يصلي وهذا يسحب الخاتم من يده. فالقصة كلها باطلة أصلا ولا قيمة لها حتى يستدل بها على هذا الأمر، والله أعلم. ما حكم الفخر والاعتزاز، وهل هو محرم بشكل مطلق؟ حسب الفخر، واحد يفخر بأنه مسلم، عز اعتز بأنه مسلم افخر بهذا، زين. أما لا يفخر الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. يعني لا يجوز إنسان يقول هذا على سبيل الفخر، يعني يري الناس أنه خير منهم، هذا لا يجوز. أما الإنسان يفتخر بأنه مسلم، يفتخر بحق بالشيء الحق ما في بس، أما يفتخر بشيء ما لا فيه فضل، زين، لا، إنما يفتخر الإنسان بشيء له فيه فضل، أما شيء مالك فيه فضل ما تفتخر فيه كالغنى أو النسب أو هذه الأشياء، أبدا لا يجوز أن يفتخر فيها. يقول ابن معين رحمه الله تعالى ما رأيت مثل أحمد ولا مرة افتخر علينا بأنه عربي، يقول لم يفتخر علينا يوما بأنه عربي، يعني نسبه عربي، نسب يعني صليبة، عربي صليبة، يقول ما افتخر علينا بها. فلا يجوز أن يفتخر بنسبه أو بماله أو بأبيه أو بغير ذلك من الأمور. يقول أول الناس إسلاما هو ورقة بن نوفل، وإذا صح هذا فانشرها باسمي. ورقة بن نوفل يعني قالوا أدرك النبوة ولم يدرك الرسالة، أدرك النبوة ولم يدرك الرسالة، قالوا إن بين النبوة والرسالة بعضهم قال سنتان أو أكثر وبعضهم قال أقل. نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ لما كان في غار حراء، وجاءه الملك جبريل وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ربك الأكرم الذي علم القرآن، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا نبئ أنه نبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة، ثم أخذته خديجة إلى ورقة، ثم ورقة قال له هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني أنت نبي. ثم لم يأتي شيء حتى مات ورقة في هذه الفترة، ثم بعد موت ورقة جاءه جبريل مرة ثانية بقول الله تبارك يا أيها المدثر قم فأنذر، فجاءت بدأت الرسالة. فيقول ورقة مات بين النبوة والرسالة، فلذلك البعض يقول مسلم لكن غير صحابي، يعني جاء في حديث النبي بشره بالجنة أو أخبر أنه في الجنة، فهو مسلم لكنه غير صحابي، ما يعدونه صحابيا لأنه قبل الرسالة، قبل الرسالة. فورقة مسلم نعم، ولكن أول من أسلم خديجة، وحتى لو قلنا أن ورقة يعني هذا أول من أسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها. واللي قال أرسله حط اسمه فواز بن عمر، خلاص انقلها عنه، دخل الوقت. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.